بأيام الحظر شنو معاناته؟ والله ما عاد نشتغل، احنا عمال يوم بيوم نشتغل، ما عاد نشتغل. اي والله حظر ضرنا. انت تتحمل منين لوين؟ والله من باب الطوب على قرى الشمال، على حي صدام. قرى الشمال حي صدام صناعة معارض. اي والله والله الحظر ضرنا. ايش النفع؟ 500. من باب الطوب الى حي صدام 500. اي والله. والحظر؟ والله ضرنا الحظر، على وين شال؟ والله ضرنا يعني بالاسبوع اشتغل 4 ايام، احنا سواق. كلنا سواق وعمال. حلوان ان شاء الله. والله شنو معاناتك بايام الحظر؟ يا شيء اثر علينا، نحن دخلنا يومي هذا، يعني يوم ما نشتغل يبين علينا هذا، ياثر يعني حيل ياثر علينا، واذا ما نشتغل راح ياثر علينا، ما راح نقدر نشتغل، دخلنا دخل يومي يبين على الكل، ما بس علي، على الكل، على ابو الكيل، على ابو محال، على الكل يبين عليهم. والله حظ جوال ما اعرف، يعني تعرف العالم يوم بيومه، يعني اليوم اذا ما يشتغل يبين على اليوم. انا اقول لك اللي عنده راتب موظف ما على شيء. اي والله على منظمه عدن، على منظمه عدن احمل من سوق النبي من باب الطب على المنظمه عدن. على وين؟ من باب الطب وعلى سوق النبي منظمه عدن. بس قد تشتغل يومي انت؟ اشتغل؟ اليوم العادي. والله ما يحتاج. ما شفت ازدحامات ومرور ما. لا والله ما راضي. لان احنا كلنا صاحب عوائل، يعني تقعد 3 ايام تشتغل 3 ايام، كلياتنا عندنا ايجار مولد وعطل السياره، وكلياتنا سواق، يعني اكثريتنا سواق، يعني ما لحق والله العظيم، يعني كل راس الاسبوع يعني ندين، يعني ما نمشي امورنا ما نمشي. اي والله يعني ظروفنا حيل داكه. شنو مطالباتك؟ والله مطالباتنا يعني بلكه يشيلون هاي الحذر تجوال، يعني هاي الحذر تجوال احنا يعني متأدين بها حيل، يعني اكو عمال همينه زاد، يعني ما يشتغلون 3 ايام يقعدون 3 ايام، يعني ما عندهم يعني مكانيه، ما عندنا القدات. والله يوم الحظر اقعد بالبيت، والله عشتنا على التاكسي والله العظيم، مس نهار نطلع ناكل، نهار ماكو شيء، نهار تجوال، 3 ايام عندك تجوال، كل 3 ايام تجوال، يعني ظلم والله العظيم. كان عندك الخميس والجمعه احد، عفوا الاحد اثنين والاحد ثلاثه والاربعاء عندك والخميس، يعني نص الشهر. اي والله العظيم، يعني 3 ايام تجوال وين طيوجك بيهن؟ واكو ناس والله معيشتها على اليوم، يعني يعني شنو سببه؟ يعني ذكرونا تجيب 3 ايام؟ انت ترفض الحظر؟ اي والله ارفض، والله على الوقت يعني يشيلونه يسوون فضل علينا اذا شالوه والله.